السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الغذاء المفيد. حمزة وكنزة ويزة ثلاثة أطفال يتجولون في الغابة بين الأشجار. أحسوا بالجوع والتعب ولم يكن لديهم ما يأكلون. ناموا في ظل شجرة كبيرة وإذا بشيخ ذي لحية بيضاء يوقظهم. قال لهم: لا شك أنكم جائعون، عندنا في الغابة ما تشاءون، فاطلبوا ما تشتهون. قال حمزة: أريد دجاجة مشوية. وقالت كنزة: أريد سلة فواكه شهية. وقالت يزة: أريد حلوى لذيذة. حمل الشيخ من كوخه ما طلبوه. صاحت كنزة ويزة: ما أشهى دجاجتك يا حمزة. رد حمزة: سآكل دجاجتي كي تزداد قوتي، وما ألد فاكهتك يا كنزة، وما أحلى حلوياتك يا يزة. عندئذ قال الشيخ: لو تقاسمتم وأكل كل واحد منكم من طبق الآخر لكان غذاؤكم متنوعا ومفيدا. أصف ما أراه في الرسم وأذكر ما يأتي. كم طفلا يظهر في الرسم؟ يظهر في الرسم ثلاثة أطفال. يظهر في الرسم ثلاثة أطفال. ماذا يوجد قرب كل طفل؟ يوجد قرب كل طفل غذاء معين. يوجد قرب كل طفل غذاء معين. ماذا قال الشيخ للأطفال؟ قال الشيخ للأطفال: لا شك أنكم جائعون، عندنا في الغابة ما تشاءون، فاطلبوا ما تشتهون. لا شك أنكم جائعون، عندنا في الغابة ما تشاءون، فاطلبوا ما تشتهون. معجمي. أقرأ كلمات اللوحة وأركب كل واحدة منها في جملة. ذهب، شمس، أبي، يوم. ذهب، ذهب التلميذ إلى المدرسة. شمس، الشمس ساطعة. أبي، اشترى لي أبي سيارة حمراء. يوم، ذهبت يوما للمطعم. أنجز خريطة الكلمة أريد. أريد نوعها فعل، ضدها أرفض، مرادفها أرغب. جملة: أريد الذهاب إلى قنيطرة. أتعرفني؟ أنتمي إلى الخضر، شكلي طويل، لوني برتقالي،
استعملوا في الطبخ والسلطة، أنمو داخل التربة محبوب لدى الأرانب. أضع دائرة حول المتحدث وأكتب اسمه: أنا الجزر. أنتمي إلى الخضر، شكلي طويل، لوني برتقالي. أستعمل في الطبخ والسلطة، أنمو داخل التربة محبوب لدى الأرانب. أفهم. أضع نعم أو لا في المكان المناسب. تاه الأطفال في الغابة؟ لا. أحس الأطفال بالجوع؟ نعم. طلبت يزة فواكه؟ لا، بل طلبت حلوى. طلبت كنزة حلوى؟ لا، كنزة طلبت فواكه. أصل كل طفل بما أحبه من طعام. كنزة فواكه، يزة حلوى، حمزة دجاجة مشوية. لماذا نصح الشيخ الأطفال بتناول أطعمة متنوعة؟ لماذا نصح الشيخ الأطفال بتناول أطعمة متنوعة؟ نصح الشيخ الأطفال بتناول أطعمة متنوعة ليكون غذاؤهم مفيد. نصح الشيخ الأطفال بتناول أطعمة متنوعة ليكون غذاؤهم مفيد. أستثمر. أضع هذان أو هاتان في المكان المناسب. هذان ولدان مهذبان، رياضتان مفيدتان، هاتان رياضتان مفيدتان. بنتان جميلتان، هاتان بنتان جميلتان. غذاءان نفيعان، هذان غذاءان نفيعان. أكمل الجدول كما في المثال. العب بالكرة، العبي بالحبل، العبا معا، العبا معا، مثنى المذكر، العبا معا، مثنى مؤنث، العبا معا، جمع مذكر والمؤنث، العبوا معا. الخط. أكتب: أحافظ على صحتي بتناول الفواكه والخضر. 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 املاء. أملأ الفراغ بالهمزة المناسبة. وفجأة ظهر شيخ، غذاؤكم متنوع، أحس بالجوع.